كتاب المرء تركه ما لا يعنيه. 13 عن ابي حمزه انس بن مالك عن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الايمان. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحه. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وبه، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سالني لاعطينه. قال عليه الصلاه والسلام: اذا مات احدكم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، اللي بنى هذا المسجد ميت الا حي. نحن الان في جامع الجويجاتي، جامع مهم، جامع تراثي، جامع أصيل، جامع تاريخي، أهل الموصل يعرفون هذا الجامع. مشيخة الحديث أقامت مجلس الأربعين النووية الإمام النووي رحمه الله، لأن مشيخة الحديث عملها وشغلها الشاغل نشر أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لها من عمل إلا هذا، أن تنشر الحديث النبوي الشريف، لأن كل حديث هو ضياء يضيء للناس حياتهم ودروبهم وسيرهم في هذه الأيام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فنور النبي صلى الله عليه وسلم نمشي به في ظلمات هذه الدنيا حتى نصل آمنين إلى الصراط المستقيم. تشرف جامعنا جامع جويجاتي اليوم باستضافة مشيخة الحديث العراقية فرع نينوى لقراءة كتاب الأربعين النووية في هذا الجامع، وهذه المرة الأولى التي تحدث في جامع جويجاتي في الجانب الأيمن. وهذا الكتاب العظيم الذي ينتهي إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى، جاءت مشيخة الحديث العراقية لتجيز كل من سمع هذا الكتاب من المشايخ الأجلاء في هذا الجامع وفي هذا اليوم المبارك، حتى يجاز إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذه الإجازة موقعة ومختومة من مسند العراق الشيخ الدكتور أكرم عبد الوهاب حفظه الله ورعاه. الحمد لله الذي جعلنا نساهم مع الحضور في هذه المحاضرة الطيبة القيمة بارتباطنا بسند الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجازة من الدكتور أكرم أمد الله بعمره. وفرحنا عند معادة الحياة للمدينة القديمة، وهذا من نشاطات علماء الموصل، وإلى مزيد من هذه اللقاءات الطيبة التي تبعث الحياة في الموصل وفي سائر أصقاع الأرض.